أكد وزير النقل رزاق محابس تصاعد نسبة الإنجاز في مطار الناصرية الدولي، مشيرا إلى أنه وجه بحل المشكلات التي تعترض إنجاز المطار في الوقت المحدد له منتصف العام 2025. سيد محافظ ذي قار والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس محافظة ذي قار بحثنا معهم جملة من ملفات الخدمية التي تتعلق بقطاع النقل، والتي من شأنها تطوير قطاع النقل في محافظة ذي قار، وفي مقدمتها مطار الناصرية الدولي. طلعنا على نسب الإنجاز، التقينا بكادر الشركة والاستشاري والأخوة المختصين، ولاحظنا أن هناك تصاعد جيد بوتيرة العمل في المطار، واستمعنا إلى المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل الشركة، وبدورنا كوزارة وبدور السيد المحافظ وجهنا بحل هذه المشاكل والمعوقات من أجل تذليل الصعوبات أمام عمل الشركة لإنجاز المطار بالوقت المحدد له، وهو منتصف عام 2025.